إذا نتابع كلمة الحرير إرنست. القرار نستمع من خلاله لصوت الناس ونحمي البلد من المخاطر الأمنية واقتصادية ومعيشية. اليوم ما بخفيكم وصلت لطريق مسدود، وصار لازم نعمل صدمة كبيرة لمواجهة الأزمة. أنا طالع على قصر بعبدة لتقديم استقالة الحكومة لفخامة الرئيس العماد ميشيل عون وللشعب اللبناني بكل المناطق، تجاوبا مع إرادة كثير من اللبنانيين يلي نزلوا على الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاما بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد بهاللحظة التاريخية. ندائي لكل اللبنانيين أنهم يقدموا مصلحة لبنان وسلامة لبنان وحماية السلم الأهلي ومنع التدهور الاقتصادي على أي شيء آخر. ولكل الشركاء بالحياة السياسية بقول مسؤوليتنا اليوم كيف نحمي لبنان ونمنع وصول أي حريق لإله، مسؤوليتنا كيف ننهض بالاقتصاد في فرصة جدية ما لازم تضيع. استقالتي بحطها بتصرف فخامة الرئيس وكل اللبنانيين. المناصب بتروح وبتجي، المهم كرامة وسلامة البلد. وأنا كمان بقول ما في حدا أكبر من بلده. الله يحمي لبنان، الله يحمي لبنان. عشتم وعاش لبنان.